اهلا بكم من جديد مع هيثم. ما زلت موجود هنا في ساحه احدى ساحات الحاويات الشهيره او الكبيره هنا في قريبا من ميناء جده هنا في المملكه العربيه السعوديه، في زياره هنا في المملكه العربيه السعوديه. كنت قبل كده شرحت الفرق ما بين، قلت ان انواع الحاويات في عندنا حاويه 20 قدم، عندنا حاويه 40 قدم، عندنا حاويه 40 هاي كيوب. طيب يعني ايه الفرق بين ال 40 الستاندرد وال 40 هاي كيوب؟ الفرق هنا زي ما انتم شايفين، لو انا رفعت الموبايل ده كده يا رب يكون كده ممكن تبان شويه، لو لاحظتوا حاجه ايوه هنا هتلاحظوا هنا الحاويه اللي انا واقف قصادها دي بالظبط اعلى من الحاويه اللي جنبيها رغم ان الاثنين 40 قدم. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين زي ما قلت لكم كده في الارتفاع، دي 40 قدم ستاندرد، دي 40 هاي كيوب. يعني ايه؟ هنا الارتفاع حوالي 2 متر 30، هنا الارتفاع ممكن يوصل 2 متر 45، في حوالي 15 سم تقريبا زياده عن الارتفاع ده. طيب ليه الكلام ده؟ قالوا ان الهاي كيوب دي ممكن عشان تاخد السي بي ام الكوبيك متر. يعني بمعنى ايه؟ لو انا جايب بضاعه وزن فقط ومحتاجه مثلا داخله يعني محتاجه حوالي مثلا 40 سي بي ام، هقوم اخد الحاويه ال 40 العاديه. طب انا معايا حاجات هايشه كتير، جايب لعب اطفال وحاجات او اساس مكتبي او اساس منزلي، في الحاله دي اخد ال 40 هاي كيوب. ليه؟ عشان دي بتاخد 8.56 سي بي ام او متر مكعب. الهاي كيوب ال 15 سم ارتفاع الفرق دول فرقوا معايا اكتر من 12 سي بي ام، فدي بتاخد 68 سي بي ام. الهاي كيوب بتاخد 68 متر مكعب جوه الكونتينر. طب افرق ازاي بين الاثنين؟ افرق بين ازاي لو انا شفت حاويه 40؟ اعرف منين دي 40 عادي ولا هاي كيوب؟ هفرق بين حاجه، ال 40 الهاي العادي بيبقى سقف الباب مش معلوش شرايط، هنا في الهاي كيوب تعرفها من الشريطه الصفراء اللي فوق، شايفين الشريطه الصفراء اللي انا مشاور عليها دي؟ صباعي دي بالظبط كده. الشريطة دي لو موجودة على الكونتينر اعرف ان الكونتينر ده هاي كيوب، هاي كيوب، عشان الناس بتنطقها غلط. واحد يقول لك ايه ده 40 هاي كيوب، مش اسمها هاي كيوب، اسمها هاي كيوب، ماشي؟ بالظبط كده. وطبعا خد بالكم برضو الناس اللي شغاله في الاستيراد والتصدير، لازم عشان ما حدش يضحك عليك، لازم تبقى انت عارف ان الاثنين غالبا بنسبه 90% بسعر واحد. يعني انا مثلا هجيب حاويه 40 قدم من شنغهاي لمينا جده، او من شنغهاي للدمام، او من شنغهاي للسخنه او اسكندريه، غالبا ال 40 قدم هو سعر الهاي كيوب. فانت تجيب الهاي كيوب عشان تستفيد بال 10 او 12 سي بي ام زياده وتحطهم من غير ما تدفع فرق. يا رب اكون افدتكم بالمعلومه الجديده ديت. طبعا دي انواع الخطوط، برضو الخط الحاويه نفسها بيبقى عليها اسم الخط الملاحي، يعني ده خط الهابا جلويد. الهابا جلويد ده خط الماني، واشتراه طبعا الميرسك اللي احنا شايفينه، والميرسك ده واحد من اشهر الخطوط واكبر الخطوط الملاحيه على مستوى العالم. الميرسك جنبيه طبعا اليو اي اس سي اللي هو خط الملاحه العربيه، وده الخط الملاحي الوحيد اللي ليه جنسيه عربيه، ويقال انه يملكه يعني بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وهكذا لو احنا شايفين بقى نلاقي الكل خط ملاحي بياخد لون، يعني عندنا هنا مثلا الام اس سي، عندنا السي ام اي، عندنا الاي بي ال، الهاباكلويد، الايفر جرين، يعني حوالي اكتر من 40 خط ملاحي او 50 خط ملاحي على مستوى العالم. وانا قلت قبل كده ممكن ترجعوا في تفاصيل للقناه بتاعتي على اليوتيوب، هيثم ان شاينا او هيثم في الصين، هتلاقوني عامل حوالي 15 حلقه بتكلم فيهم عن انواع الشحن وانواع الحاويات وتفاصيل كامله. يا رب تجدوها ان شاء الله في القناه على اليوتيوب هيثم في الصين او هيثم ان شاينا. وادي الساحه كامله، ساحه الحاويات فيها كل انواع الحاويات اللي انتم تعرفوها، الحاويه ال 20 قدم والحاويه ال 40 قدم والهاي كيوب والاوبن توب والفلاتراك والبلاتفورم والايزو تانك وكل انواع الحاويات بالاستثناء بتلاقيها موجوده في ساحه الحاويات. كل حاويه بتستخدم على حسب الاستخدام بتاعها. يلا تابعوني على قناتي على اليوتيوب هيثم في الصين او هيثم في الشاينا، فهيثم ان شاينا. اشوفكم على خير في لقاء جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.